الفرع المحلي ديال المنظمه المغربيه لحمايه البيئه والمواطنه، فرع ديال الويجان. احنا كلنا كنعرفوا ان هناك استحضار البعد ديال البيئه في السياسه العموميه، واهميه البيئه في التنميه المجاليه بصفه عامه، وحقوق المواطنه حتى هي كبعد اساسي نص عليه سيدنا في الخطاب الملكي، التوجهات ديال الدوله وحتى توجهات السياسه القطاعيه، وكذلك في توجهات المجتمع المدني. نتمنى من الله ان نتوفقوا في هذا المجال، واننا نستحضروا هذا البعد هو مجاليا ومحليا على صعيد الوجهه. البيئه، المشاكل البيئيه حتى شي بلاصه ما كتخلي منهم، ولكن يقدر حنا يقدر نلقاوهم. دابا كاين مشاكل ديال النظافه، كاين مشاكل ديال اللي كتمس البعد البيئي، كاين دوك الكارير، كاين هذاك الشيء ديال سميتو استخراج الرمال من الوديان اللي كيأتي الاستنزاف ديك الفرشه المائيه، وكيهدد الواحه ديال ساكا وديال الوجه بصفه عامه.